أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من صام شيئا من رمضان قبل التكليف ثم كلف وبلغ مرحلة التكليف في بعض رمضان؟ نعم، إذا بلغ الصغير في أثناء رمضان يصوم بقية الشهر الذي بعد التكليف بعد البلوغ، ويكون فرض له. وأما ما قبل البلوغ من أول الشهر فليس فرضا عليه، لا يلزمه قضاؤه لأنه غير مكلف. نعم.